تجمع العشرات من محبي سلسلة أفلام ستار وورز في تونس العاصمة لمشاهدة أبطال السلسلة الذين ساروا في وسط المدينة بهدف جذب الاهتمام إلى موقع لتصوير أفلام السلسلة مهدد جراء عوامل طبيعية في قلب الصحراء التونسية. من المهم جدا بالنسبة للمكتب الوطني للسياحة التونسية أن نرحب بأول اجتماع دولي مع مشجعي فيلم ستار وورز بهدف تشجيع منطقة الجنوب وموقع عنق الجمل الذي كان موقع تصوير الجزئين الأول والثاني من حرب النجوم. وقام المعجبون بهذه السلسلة بالتلويح بسيوف الليزر الشهيرة والترحيب بأبطالهم الذين أتوا بمبادرة من نادي معجبي سلسلة أفلام ستار وورز في تونس بدعم من وزارة السياحة التونسية. بطبيعة الحال أنا معجب بسلسلة أفلام ستار وورز وأنا متحمس جدا لهذا الحدث، إنه حدث عظيم في تونس لتغيير الجو هنا. علينا الاستمرار بهذا الاتجاه الإيجابي حتى فصل الصيف، آمل ذلك. وقد أطلقت تونس مطلع نيسان أبريل الماضي حملة دولية لجمع أموال لإنقاذ موقع يستخدم في تصوير مشاهد من أفلام ستار وورز في منطقة عنق الجمل جنوب تونس، حيث يواجه الموقع تهديدا جراء وجود رمال متحركة. في الجزء السابع بدأ التصوير في أبو ظبي ولا أعتقد أنهم سيعودون إلى تونس، ومع ذلك ما زلنا نأمل عودتهم في الجزئين الثامن والتاسع، وأعتقد أن هذا الأمر محتمل لأنه يبدو أن بيتر جاكسون هو من سيخرج تلك الأفلام ومن الممكن أن يعود إلى تونس. وتسعى وزارة السياحة التونسية إلى الترويج للسياحة بالاستناد إلى شعبية أفلام ستار وورز، ولكنها ترمي أيضا إلى تنمية الجنوب التونسي على المدى الطويل.